أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان. في خضم أجواء الانتخابات النيابية اللبنانية وفي ظل عزوف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن المشاركة في هذا الاستحقاق والنتائج التي أظهرتها هذه المعركة السياسية، أشارت بعض المصادر إلى مجموعة من السيناريوهات التي وضعت أمام الرياض للتعامل مع المرحلة المقبلة. فما هي؟ اليوم كل قوى التغيير أثبتت لكل اللبنانيين أنه في أمل، في لوائح تغييرية بكل وفي التفاصيل، أشار الصحفي ماهر الخطيب إلى أن بعد بروز النتائج الأولية لانتخابات أيار 2022 خرج رئيس الحكومة السابق ليعلن أن قراره بالانسحاب كان صائباً، معتبراً أنه هز هياكل الخلل السياسي بالرغم من الحملة الكبيرة التي كانت تشن عليها من قبل العديد من الجهات، لا سيما تلك التي تدور في فلك الرياض بحسب موقع النشر. ولفت إلى أن مصادر مواكبة لسير العملية الانتخابية عبر النشأ أشارت إلى أن غياب الحريري نجح في خفض نسبة الاقتراع في بعض الدوائر، بينما لم ينجح في تحقيق هذا الهدف في دائرة بيروت الثانية التي كانت تعتبر المعقل الأساسي لتياره السياسي تاريخياً. وبحسب هذه المصادر يمكن الجزم بأن فئة واسعة من الجمهور السني في ظل غياب الحريري وجدت ضالتها بالمرشحين المستقلين، مشيرة إلى أنها تعتبر أن الخاسر الأكبر من قرار رئيس الحكومة السابق كانت السعودية التي لم تنجح في إبراز أن هناك شخصية قوية قريبة منها قادرة على ملء الفراغ الذي تركه، بدليل عدم نجاح معظم المرشحين المحسوبين على السنيورة في الوصول إلى الندوة البرلمانية. ولفتت إلى أن الرياض من الممكن أن تكون أمام سيناريوهين أساسيين، الأول هو معاودة الانفتاح على رئيس الحكومة السابق من جديد، الأمر الذي لا يمكن استبعاده بالرغم من التوتر القائم على مستوى العلاقة بين الجانبين، أو السعي إلى الاستثمار في مرحلة الفراغ الراهنة للبناء عليها، نظرا إلى أن الحديث عن قدرة رئيس القوات سمير جعجع على تولي المهمة يبدو في غير مكانه، وذلك بحسب موقع النشر.